السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الشريف اشتمل على 4 قضايا يجب الإيمان بها واليقين الجازم بصدقها، وسيقتصر حديثي على 2 منها، وهما الأجل والرزق. لقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا كتب الآجال والأرزاق، فلا يزيد فيهما حرص حريص، ولا يردهما كراهية كاره. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وقد أكد ربنا عز وجل هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه سبحانه، قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد ظن المنافقون أن تأخرهم عن الجهاد وجبنهم عن ملاقاة الأعداء سيكون مانعاً لهم من الموت، فقطع الله جل وعلا تلك الآمال الكاذبة. قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. والوقائع تشهد بأن الذين يقتلون مدبرين أكثر بأضعاف مضاعفة من الذين يقتلون مقبلين. قال الشاعر: تأخرت أستبقي الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. وقال الشافعي رحمه الله: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. ومثل الأجل الرزق، فما كتبه الله جل وعلا لعبده من رزق لا بد أن يستكمله مهما كان الأمر. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. روى أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اسعوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وروى أبو نعيم كذلك في كتاب حلية الأولياء من حديث جابر رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه. ولنتأمل في هذا الحديث في أدب الدعاء، وهو يؤكد على هذه الحقيقة. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم حبيبة، لقد سألت الله لآجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يعجل منها شيئا قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. أيها الإخوة الأفاضل، مما تقدم يتبين لنا الآتي: أولا، الإيمان بأن الآجال والأرزاق مقسومة معلومة، لا يجلبهما حرص حريص، ولا يردهما كراهية كاره. ثانيا، أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التي أمر الله جل وعلا الأخذ بها. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالثا، دل حديث أبي أمامة المتقدم أن روح القدس على أمرين اثنين. الأمر الأول أن يسعى المؤمن إلى طلب الرزق الحلال، وأن يجتنب الحرام والأسباب المؤدية إليه. ثانيا، ألا يطلب هذا الرزق بجشع وطمع، ولتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. قال عمر رضي الله عنه: إن بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم الحجاب لم يزد على رزقه الذي كتبه الله له. رابعا، الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق وتستدفع بها المكاره كثيرة. فمن ذلك أولا التوكل على الله. فروى الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي تذهب في أول النهار جائعة، وترجع في آخر النهار وقد امتلأت بطونها بالطعام والشراب. ثانيا، الاستقامة على شرع الله. قال تعالى: وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا، المداومة على التوبة والاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا، صلة الأرحام. فروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.